قبل ما اطلع قلت لكم هوريكم مين سر التالق ودايما البطولات اللي موجوده داخل النادي. موجود قدامنا طبعا جمهورنا الكبير جمهور النادي الاهلي، وده كان جزء بسيط جدا داخل مختار التتش. احنا عندنا قاعده شعبيه كبيره بالملايين كانت خارج مختار التتش قبل السفر، كانوا بيدعوا لغايه اخر دقيقه بيدعوا للفريق بالمكسب، واكيد طبعا يعني فرحونا واللعيبه فرحتنا وفرحت القاعده دي وفرحت الجماهير العريضه اللي موجوده في كل مكان في الوطن العربي وفي اوروبا وفي كل حته في العالم. هتلاقي اهلاوي اهلاويه بشكل كبير جدا، ففعلا هم دول السر وسر طبعا تفوق النادي الاهلي. دائما اللاعبين وهم بيلعبوا واحنا ايام ما كنا بنلعب دائما تفكيرنا الاول هو جمهور النادي الاهلي ازاي يبقى سعيد. كلام بقى عن المباراه والشكل الفني، ويمكن احنا طبعا يهمنا في الاول وفي الاخر ان احنا نحط بعض النقاط في هذه المباراه على النقاط السلبيه، لان احنا النقاط الايجابيه شفناها بشكل كبير في المباراه، لكن الجزء اللي ممكن يبقى فيه بعض امور سلبيه عشان المباراه القادمه. طبعا ما ينفعش ان احنا في كل مباراه نبقى فيه اخطاء ممكن توصلنا في وقت من الاوقات ان احنا نصعب العوده للمباراه. امبارح كان في اصرار وعزيمه للاعبين عشان يعودوا تاني المباراه، لكن مش كل مره ممكن تبقى الامور زي ما تكون انت عايزها. فبالتالي ان شاء الله اي امور سلبيه ممكن نتكلم فيها او كده او اي مشكله ممكن تكون في التيم او في المباراه تبقى موجوده، نقدر نحاول ان شاء الله في الفتره الاسبوع القادم ده كابتن حسام البدري يقدر يحلها بشكل كبير، لان فعلا المباراه هتبقى صعبه المباراه القادمه. هيكون معايا في الاستوديو حاليا دلوقتي استاذ احمد الشامي الناقد الرياضي، برحب بيك يا استاذ احمد. كابتن فاروق سعيد ان انا اكون معاك وبعد انتصار الاهلي، وان شاء الله نقدم معلومات قيمه يا رب ان شاء الله. ايضا الناقد الرياضي وليد الحديدي، برحب بيك يا وليد. اهلا بيك كابتن فاروق، سعيد بالتواجد معاك مع الاستاذ احمد ومبروك لجماهير النادي الاهلي. مبروك طبعا، ودي الحاجه الاهم، سعداء من الصبح واحنا بنقول هو يوم اهلاوي ويوم جميل من امبارح لحد النهارده لحد طبعا الاجازه بتاعت اللعيبه تنتهي ويبتدوا يركزوا طبعا في التدريبات للمباراه القادمه. طبعا مباراه النجم الساحلي واهلي طرابلس ابتدت في التوقيت ده واحنا بنتكلم، وحتى الان طبعا النتيجه 0-0. هنتابع معاكم اول باول نتيجه هذه المباراه، احنا عارفين طبعا الفائز من هذه المباراه هيكون موجود في البطاقه الثانيه اللي هتلاعب النادي الاهلي بامر الله في ايام 29 و30 سبتمبر او 1 اكتوبر. استاذ احمد خليني اكلمك على مباراه امبارح، يعني فرحه كبيره للاعبين والجهاز الفني ومجلس الاداره، وايضا طبعا الجمهور الاهلي الكبير اللي كان من بدايه المباراه او قبل السفر للمباراه وهو واقف ورا الفريق واثق بشكل كبير ان هو هيجي وهو مفرحه بشكل كبير. مبدئيا بنبارك للنادي الاهلي، مجلس ادارته، اعضائه، جماهيره، عشاقه في كل مكان. كان الفوز ضروري، كان في توقع كبير ان الاهلي يقدر يحقق في رادس بسبب السوابق الكتيره اللي عملها قبل كده. كان مهم الفوز النادي الاهلي لان هو غير بيه حاجات كتيره، يعني غير بيه شكل ان الاهلي قادر ان هو لسه يحقق بطولات اي يحقق انتصارات خارج ارضه في تونس. ثبت كمان ان الاهلي ما بيشاركش يعني حتى لو عنده صعاب هو قادر يتخطاها، يعني كمان غير الشكل في التعامل مع الظروف اللي كانت محيطه بالفريق، ان كان في حالات يعني مش عايز اقول تربص من البعض ان النادي الاهلي يخسر علشان كان في حسابات انتخابيه، بس خليني اكد لك ان الفوز هو ثقه للعيبه. كان دور كبير جدا المهندس محمود طاهر في ان هو يكون موجود رئيس بعثه، كان اختيار موفق. هو خطر يعني خلينا نتكلم حسابيا في الانتخابات هو خطر، لكن هو اختيار موفق وربنا وفق الفريق ان هو يكسب 2-1 في رادس مع الترجي. هي دي كانت البدايه ان الاهلي قادر ان هو اعاد للجماهير والجميع اذهان الفوز والانتصار خارج ارضه في وسط جماهير الترجي. مباراه كانت صعبه في شوطها الاول، خاصه ان الترجي تقدم بهدف. كانت التغير اللي عمله كابتن حسام البدري في الشوط الثاني الاهلي قدر يكسب 2-1. شكل الاهلي اختلف في الشوط الثاني، يعني خلينا برضو نكون منصفين، الشوط الاول ما كانش على القدر، كان في لسه شويه تخوف او قلق ان الاهلي عايز يخرج بالنتيجه 0-0، لكن ضربه الجزاء غيرت الشكل. الشوط الثاني كان مختلف، الشوط الثاني الاهلي قدر ان هو يكسب فيه وهو ده كان المهم. النهارده الاهلي فضل يحافظ على تقدمه حتى نهايه المباراه، 5 دقايق وقت ضايع لكن ما غيرتش النتيجه. الحكم يعني في الشوط الاول ما كانش مع الاهلي، كان ضد الاهلي. في الشوط الثاني شويه كانت الامور متزنه، لكن الانذارات الكتير اللي اظهرها للاهلي كانت بتقول رساله ان ممكن يكون في طرد، وده كان التخوف. انا شايف ان الاهلي محتاج في مباراه دور الاربعه
ان هو يركز اكتر، محتاج انا يعني على عكس كلامك هو مش يوم اهلاوي، هو اسبوع اهلاوي لحين العوده من 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 تونس. دايما بنفكر يعني خلي بالك لا شوف انت تتمادى في الفرحه بتبقى بالنسبه، انا بتكلم على اللاعبين الجمهور انا ما يعيش احلى اوقات حياته في التوقيت ده عشان فريقه كسبان، لكن اللاعبين بيبقى ليهم دور مختلف تماما. فوز بيفرحوا النهارده بكره بيقفلوا هذه الصفحه عشان يفكروا في المباراه. انت لعيب وعارف يا كابتن فاروق ده اللي بيحصل، لكن عايز اقول لك لما بتبقى فايز في مباراه صعبه بيبقى عندك نشوه، تحافظ بقى على النشوه عشان تقدر تكسب المباراه الجايه، او على الاقل كنت لسه بتكلم مع الاستاذ وليد واحنا فوق، الاهلي على الاقل ما يخسرش. انا على المستوى الشخصي اتمنى ان الاهلي يقابل اهلي طرابلس، رغم ان النجم الساحلي هو الاقرب، اتمنى ان الاهلي يقابل اهلي طرابلس، هيبقى فرصته اكبر في النهائي. حتى الاهلي لو قابل النجم، النجم فريق تقيل شويه، عنده خطط دفاعيه كتير، عنده ضغوط كتيره بيقدر يعملها، سوسه غير رادس، لكن الاهلي ان شاء الله قادر ان هو يعود بانتصار جديد من تونس. وكان قرار صائب من الجهاز الفني بقياده كابتن حسام ان هو يستمر في تونس، ما يرجعش لان هيبقى في حاله ارهاق النهارده. والكابتن حسام رجع كان هيرجع النهارده لحد. بص انا قلت ان ده موضوع يعني دايما كابتن سيد عبد الحفيظ مرتب جدا، كابتن حسام بدري مرتب جدا قبل السفر، انا بشوف ان هم اكيد كانوا مرتبين الجزئيه دي، مش 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 هو حصل انسجام فجاه طبعا، هو في ترتيبات. انا لو حصل وصول حصولنا على بطاقه التاهل هنقعد في تونس عشان بعد اسبوع كده كده هتلعب في تونس، فبالتالي هي دي النقطة اللي أعتقد إنها مرتبة. بس عايز أقول لك حاجة أخيرة، إن حصل بقى في دلوقتي انسجام ما بين كابتن حسام حسن وكابتن سيد عبد الحفيظ، خلاص بقت يعني ماشيين على نفس الوتيرة. شوية في الأول كان في شوية اضطرابات، لكن دلوقتي خلاص بقت الأمور سهلة، الأمور ما فيهاش مشاكل، بقى في حلول لحاجات كتيرة، وهو ده بقى الخط الصحيح اللي بيمشي عليه النادي الأهلي عشان يقدر إن شاء الله يوصل للنهائي ونفرح الجميع إن شاء الله. وليد خليني أكلمك، يعني المباراة يعني كانت مش مباراة واحدة، هي شوطين. كان الشوط الاول في القاهره اسكندريه برج الاسد جيش برج العرب، والشوط الثاني كان موجود في رادس، وده اللي اتكلم عليه كابتن حسام بدري قبل او بعد مباراه هنا اللي اتعادلنا فيها 2-2. اتكلم قال ان الحسم سوف يكون في تونس، بالرغم ان النتيجه كانت تعادل ونتيجه صعبه على فريق النادي الاهلي، لكن كلمات كابتن حسام البدري واحساسه وفكره واحترافيته في ان هو يقول التصريح ده، ده ليه مخازي كبير جدا او مغزى كبير جدا لكابتن حسام وتفكيره في المباراه واستراتيجيته للمباراتين كلها بشكل عام. يعني هو تصريح ذكي من كابتن حسام البدري، التصريح ده اتقال قبل مباراه الذهاب تماما، الغرض منه طبعا هو تصريح صحيح. مباراه اللي على مستوى ماتش الاهلي والترجي الدربيات، ده ديربي افريقيا، طبيعي ما بيتحسمش الا في اخر ثانيه من مباراه الاياب، لكن كون انه يطلع بالتصريح ده قبل مباراه الذهاب فده في ذكاء منه، لانه بيرفع الضغوط على اللاعبين وبيهيئ الجمهور لتقبل اي نتيجه في الذهاب انتظارا للاياب، وده اللي حصل فعلا. لو كان الفكره اللي وصلها كابتن حسام البدري للاعبيه ان مباراه يلا هنحسم من اسكندريه، وان احنا النهارده لازم نخلص المباراه وعايزين نروح تونس واحنا صاعدين، فلو كان حصل نتيجه زي 2-2 كان الفريق انهار معنويا. ففكره ان انت تفهم لعيبتك ان هم بيلعبوا لحد اخر دقيقه في مباراه الاياب، فده بيخليهم داخلين مباراه الذهاب الضغوط اقل عليهم وجاهزين ان هم يصعدوا من مباراه الاياب. خلينا ناخد من كلامك ومن كلام الاستاذ احمد فكره ان احنا يعني نفسر المباراه كانت ماشيه ازاي امبارح، يعني ليه الاهلي ما كانش بدايته او في الشوط الاول، هو كانت بدايته جيده الحقيقه، بس ليه الاهلي كسب في الشوط الثاني؟ الحقيقه كابتن حسام البدري بدا المباراه امبارح زي ما بداها في مصر، يعني بدا المباراه، ويمكن نتيجه الذهاب هي اللي اجبرته على كده، بدا المباراه مركز على نقاط ضعف الترجي، عايز يخلص بسرعه، عاوز يحرز هدف، علشان هو عارف انه لو احرز هدف الاول ده هيريحه على في بقيه المباراه، هيرفع او هيدي ثقه للاعبيه في بقيه اوقات المباراه، فلعب على نقاط ضعف الترجي، نزل باصحاب الخبرات وليد سليمان ومؤمن زكريا، ده التغيير اللي كان عمله في التشكيل، كل لاعب كان بيلعب تحت ظهير من الظهيرين سواء خليل شمام او الايهاب لومبارك اللي هم من نقاط ضعف دفاعيا في فريق الترجي، كان في تعليمات واضحه لوليد ازارو ومن تحتيه عبد الله السعيد ان هو يضغط على قلبين الدفاع، لانه عارف ان هو لما بيضغط عليهم بيطلعوا الكوره بشكل خاطئ، وده بيدي فرصه للاهلي انه يعمل. وبالفعل الاهلي زي ما حصل بالظبط في برج العرب، في اول 10 دقائق ربع ساعه الاهلي كان ليه الاسبقيه، وكان في فرصه لمؤمن زكريا، وكان في امتلاك للاهلي، وكان في كوره بتبقى في وسط ملعب الترجي زي ما حصل. الفارق بس ان الاهلي استغل ده في ماتش برج العرب واحرز هدف من ركله جزاء، لكن الحظ ما اسعفوش امبارح وما احرزش هدف مبكر. اللي حصل ان
حصل سيناريو مشابه تاني لبرج العرب، ان الترجي لما بدا بدايه الاهلي القويه ما تسفرش عن اهداف، فالترجي بدا يلملم نفسه من جديد، بدا يحط الكوره في وسط الملعب ويقف على كورته ويلعب على نقاط قوته بقى اللي الاهلي ما قدرش يوقفها في الشوط الاول امبارح، لان الاهلي كان تركيزه انه عايز يهاجم وعايز يجيب اهداف مش عايز يدافع قدام الترجي. فلما الترجي وقف على الكوره في وسط الملعب، وامبارح المدير الفني فوزي البنزرتي عمل تغييره في التشكيل، ما بداش فرجاني ساسي في حته ان عدم وجود ساسي وفخر الدين بن يوسف من بدايه المباراه. طبعا هو عمل اضعف خط وسطه ازاي؟ هو بيلعب دايما باستراتيجيه انه عنده يعني طريقه اقرب شويه ل 4 1 4 1 اقرب شويه ليه؟ لانه بيبقى عنده كوليبالي في معظم الماتشات هو خط الوسط المدافع اللي هو القاطع الكرات، وقدامه بقى حواليه الاثنين اللي هم غيلان الشعلالي وفرجاني ساسي هم المفترض محسوبين على خط الوسط. موجود باستمرار معاه برضه فرانكوم. فرجاني ساسي بيبقى قدامهم شويه عشان حته هو لعيب كوره بيعرف ينقل الكوره بشكل مميز، بس هما الغريبه اللي استغربته هو لعب بيه هنا مصر لكن ما لعبش بيه في تونس. ما هو لا ما لعبش في فرجاني ساسي. فرجاني ساسي لعيب بيلعب كوره كويس، وهو ده كان احد اهم اللعيبه اللي بتعمل فكره الربط بين الوسط والهجوم، هو اللي بيعرف ينقل الكوره مع الشعلالي طبعا، وفي الاخر كوم او كوليبالي هم الوسط المدافع. لكن هو خرجه امبارح ونزل سعد بجير. سعد لعيب صغير، هو مهاري وكل حاجه لكن هو لعيب صغير، يعني ده مش ماتشو، هو ممكن ينزل كبديل. فده عمل ثغره شويه في وسط دفاع في قلب دفاع الترجي او في وسط ملعب الترجي، سواء من الناحيه الدفاعيه او الناحيه الهجوميه. هم امتلكوا الكوره في بقيه فترات الشوط الاول وقدروا يستغلوا برضو نفس الكرات اللي كانوا عملوها اكتر من مره، الكره اللي بتبقى تحت الجناحين او الظاهرين بتوع الاهلي اسفرت عن ضرب الجزاء وخلاص خرجوا الشوط الاول متقدمين 1-0. الانقلاب بقى اللي حصل في الشوط الثاني هو التغيير في التكتيك بتاع كابتن حسام البدري اللي ادى الاهلي الافضليه بشكل كبير جدا، اللي هو نزول كوليبالي. وكوليبالي نزل عشان يحول طريقه النادي الاهلي من نزول اجاي بدل مؤمن، وتحولت طريقه النادي الاهلي من 4-2-3-1 لطريقه اقرب شويه ل 4-4-1-1 او 4-4-2. اجاي هو اللي رفع الضغوط عن عبد الله السعيد. عبد الله السعيد الحقيقه كان عليه مسؤوليات كبيره جدا فنيا امبارح، كان مطلوب منه ان هو يدعم او يمول وليد ازارو قدامه الجناحين، ومطلوب منه انه يساعد في وسط الملعب عمرو السوليه وحسام عاشور، فده كان مجهود كبير جدا بيهلك عبد الله السعيد. فلما نزل اجاي كان بيساعد احمد فتحي وكان بيساعد احمد فتحي كمان كان بيلعب قدامه في بعض الاوقات. الصراحه اجاي نجم من نجوم المباراه، مش عشان هو اللي احرز الهدف، وده بستغرب كمان من نجوم كبار ممكن يكونوا بيحللوا مباراه زي كده ويقولوا ان اجاي لاعب عادي، لاعب يعني المباراه عاديه بالنسبه له، ما كانش واحد من نجوم المباراه. بص يعني انا مش عايز اقول ذكر مين النجم اللي قال كده، لكن لا هو لاعب مميز، لاعب عمل يعني طفره في هجوم النادي الاهلي امبارح، هو سبب من اسباب الفوز. اجاي عنده ميزه الفريق. اجاي عنده ميزه مهمه جدا ان هو بيعرف يتحكم في الكوره. يعني الكوره لما تبقى معاه المنافس ما بياخدهاش بسهوله، هو ده مهم في اللعيب. النهارده اجاي لما دخل الشوط الثاني عمل تغير في التلت الهجومي للاهلي، بقى في حركه للتلت الهجومي للاهلي مع ضعف خط الدفاع للترجي، هو ده اللي ادى الاهلي الاسبقيه في الشوط الثاني. النهارده الهدف لما تيجي تبص على الجونين هما جونين ملعوبين، يعني ملعوبين من اليمين اللي هو المفروض احمد فتحي وعبد الله السعيد، وبعد كده علي معلول جاب جون، والكره الثانيه نفس الكره بس اعتقد كان معلول في الثانيه اللي لعبها معلول هو قطع الكره اصلا من وراح على فكره. شوف بقى دور معلول، معلول في المنطقه دي مش هتلاقيه. لا ده شوف علي معلول النهارده كان هو الراجل المفروض الظهير الايسر، راح بقى قدام احمد فتحي هو اللي عمل الكورتين اللي هم جاب منهم الاهلي الهدفين. الاهلي محتاج يدي حركه شويه لكابتن حسام للسوليه. السوليه وحسام عاشور تحس ان هم بيلعبوا نفس اللعب، فده عامل تحس ان في هبوط في نص الملعب. دورهم مهم ان هم بيقفلوا. حسام عاشور كان ليه دور كبير ان هو يطلع قبل يعني قبل الاثنين ظاهري او سوري قلب الدفاع، لكن السوليه عنده مزايا اكتر، بيعرف يسدد، بيعرف يباصي، يعرف يعمل انفرادات، يعرف يعمل يعني نعرف تستفيد منه بشكل اكبر. انا على المستوى الشخصي كنت احب صالح جمعه جنب عبد الله السعيد. عايز اقول لك المباراه حتى لو في الشوط الثاني كنت انت النهارده اتفرجت لك. هو يا احمد ما انا هقول لك حاجه، سير المباراه نفسه هو اللي خلى كابتن حسام في نقطه بعد ما انت كسبت 2-1، لو صالح جمعه نزل جنب عبد الله السعيد كان خط النص في الترجي كله اتفتح. خلاص انت عندك اتنين حريفه، واحد على الجنب وواحد في قلب الملعب، هيدوا فرصه لازار واجاي ان هم يجيبوا اهداف. انا يعني المفروض كابتن حسام البدري يقعد مع ازارو
أزارو لعيب كويس جدا، لعيب مهم، لعيب قوي، لعيب عنده قدرات هجومية قوية، لكن عنده مشكلة في التلت الأخير، عنده مشكلة في اللمسة الأخيرة، محتاج الكابتن حسام البدري يقعد معاه وهو مستعجل. يعني هو باين أنه هو مستعجل، كرات اللي هو بيضيعها دي ده استعجال، مش لعيب وحش، لا هو النهارده موجود في منتخب المغرب. لا ما انا بقول لك هو لا في هجوم عليه، في هجوم على بص خلينا بقى كلامك كتير كنت قديم شويه. هو حته ما زال الثقه عنده ما جاتش، دي تيجي امتى؟ مع اهداف تكون مؤثره، مع وجوده بشكل مستمر في ارضيه الملعب، وثقه طبعا الجهاز الفني، ودي موجوده حتى الان ثقه الجهاز الفني في وليد ازارو. ولكن في بعض الناس الهجوم اللي انت بتتكلم عليه ان انا بشتري لعيب بمبلغ لا مش كده، مش كده كل لعيب اصل عند لمهام معينه، انا جايب الحسابات الماليه، الحسابات الماليه بغض النظر. انا كنت بتكلم مع وليد واحنا الحسابات الماليه بتبقى موجوده في رونق اللعيب في امكانياته، عشان كده دايما تلاقي الفراغ ده دايما في الفرق والقناصين في النادي ليها غاليين، ليها غاليين طبعا. طب ده طبيعي وهو لعيب مميز، بس انا بقول كنت لسه بتكلم مع وليد قبل الهوا، قلت له وليد ازارو مره واحده جابوه من 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 المغرب، قالوا له تعالى انت مهاجم الاهلي، معوش حد الاهلي، انت كابتن فاروق على طول سنين النادي الاهلي كان دايما بيبقى فيه مهاجم من الاهلي مع اللي جاي، يعني اتذكر فيليكس كان مع حسام حسن متعب كان مع فلافيو، فبيلاقي واحد يشيله، النهارده ما عندكش حد، هو الراجل جاي عمرو جمال مشي ما عندوش مهاجم تاني، متعب ما بيشاركش بشكل اساسي، فبقى لوحده ومطلوب منه بقى ان هو يبقى المهاجم الاول للنادي الاهلي. فهو الولد عنده مشكله، مستعجل، عنده ضغوط، عايز يجيب هدف عشان يقول للناس ان انا لعيب كويس، دي المشكله دي، محتاج الكابتن حسام يقعد معاه عشان يحلوا اللغز ده. انت لعيب كويس، لازم تبقى اهدى، بيضيع كور سهله جدا في ال18، فده التسرع. انا حسيت ان هو كان متوتر اول ما جات له الكوره، انا بقول لك هو مش مصدق، مره عايز يجيب جول، عايز يجيب، انت راجل عندك الحاسه التهديفيه في ال18، هو بقى محتاج دي ازاي؟ دي بقى شغله الكابتن حسام البدري، ان هو يديله فرص اكتر في التدريب، يدربه اكتر، يتكلم معاه، لازم يكون في جنبه مهاجم. اكيد ده هيحصل، ده يعني الوضع الطبيعي. بص ازارو اتحسن بعد ما جاي نزل، تحس انه هو بقى مرتاح، بقى جنبه واحد بيشيل، لكن النهارده مطلوب منه يعمل كل حاجه. خلي بالك امبارح يا احمد وليد كميه الجري والمجهود كتير، ضعف اللي انت ممكن تكون عملته هنا في القاهره كتير، فبالتالي هو الولد كان بيتحرك بشكل كبير جدا، وجوده دايما، انا حتى كنت بلاقيه هو لوحده ما بيضغطش، يعني عارف ان الكابتن حسام مديله تعليمات، لا ما تضغطش انت مع نص الملعب عشان لما تجي لك الكره تقدر تبقى محطه، تبقى موجود جوه ال 18. هو ده يمكن عشان كده بقول لا هو عمل مجهود كبير لوحده في وقت من الاوقات. يعني اتفضل. لا انا بقول لك يا كابتن ان ازارو محتاج هدوء، محتاج الكابتن حسام يتكلم معاه شويه، محتاج كمان، انا اتذكر ان انتوا كنتوا في ال 18 بيقول لك انت قاعد ال 18 مش عايزك تخرج بره. بالظبط صح كده، دي شغلتك انت، الكره تجيلك تجيبها لي جول. النهارده ازارو طول الماتش بيتحرك على الجنبين وتحت ونازل وخط الدفاع، كل الامور دي محتاج الكابتن حسام يفهمه او يتكلم معاه، اهدى لان انت مهاجم النادي الاهلي، مهاجم النادي الاهلي صحيح. فمحتاج ان انت تجيب اهداف على نفس طريقه فلافيو، فلافيو قعد سنه جاب جون واحد. بس انا مش عايز اعمل المقارنه دي يا احمد بعد اذنك، انا عايز لعيب يبقى بسرعه يتاقلم بسرعه زي ادريه زي كلوبالي لما جه و و و لا خد بالك مش عايز الاعذار، خد بالك اللعيب يبقى تاقلم، تاقلم نص الملعب حاجه يا كابتن فاروق، والمهاجم حاجه ثانيه. النهارده قدر يعني وجود النادي الاهلي، فبالتالي ان هو عارف هو جاي عايز ايه وعايز يعمل ايه مع فريق النادي الاهلي، هو مستعجل، هو ده اللي انا عايزه. عايز اقول لكم ان دلوقتي عمرو مرعي لاعب النجم الساحلي بيحرز الهدف الاول لفريق النجم الساحلي. خلينا نروح لكابتن سالح حفيظ بقى، كابتن حسام البدري وتعليقاتهم او تصريحاتهم بعد المباراه، وارجع اكمل كلامي مع ضيوف الاستوديو. بشكر جماهير النادي الاهلي، بشكر كل الجماهير، بقول لهم يعني دي خطوه وليس نهايه ان شاء الله، لان لسه طبعا المشوار ما اكتملش، لكن بشكر جماهير النادي الاهلي اللي جت في استاد التتش وشجعتنا، واللي كانوا كان في اضعاف، انا عارف ان كان في اضعاف بره، وكل الناس حتى اللي ما جاتش كانت بتتصل بيا، فبشكر جماهير النادي الاهلي، بشكر المجموعه العظيمه اللي كانت موجوده النهارده في المدرجات. انا اتمزقت وانا بجري بعد المباراه على طول، حاطط التلج اهو، لان بعد ما الحكم صفر فتحت سبرنت على الجماهير، بس اتمزقت، بس الحمد لله. تكرار نفس السيناريو 2012 كابتن حسام، مباريتين تاريخيين تحت قياده الكابتن حسام البدري، 2012 خدنا البطوله امام الترجي،
2017 كسبنا الترجي وان شاء الله في طريقنا ان احنا ناخد البطوله تحت قياده الكابتن. ان شاء الله لسه طبعا مشوار بطوله صعب ان شاء الله، لكن بحمد ربنا وبشكر اللعيبه، بشكر مجلس الاداره، بقول بشكر الجماهير، بشكر كل الناس اللي شغاله معايا، لان مجهود كبير وتوفيق ربنا الحمد لله. خطوه مهمه، وفي نفس الوقت بقول كنا بنلعب فريق مميز، فريق الترجي فريق مميز بجمهوره بلعيبته باسمه، واكيد انتصار النهارده يعني شيء برضو بيتضاف ليا وللعيبه اللي موجوده وللجهاز الموجود الحمد لله. عندنا ثقه في لعيبتنا بشكل كبير جدا 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 جدا، عندنا ثقه في شخصياتهم وقدراتهم وامكانياتهم وطريقه تفكيرهم واسلوبهم والتعامل مع المباريات الكبيره والفصل كمان ما بين مباراه لاخرى. لكن المعنى الاهم اللي لازم يتقال النهارده او يتقال دلوقتي تحديدا، يعني من حقنا نفرح ومن حقنا نتبسط ومن حق كل جمهور النادي الاهلي بل مصر كلها تتبسط بفرقه بتعرف كويس قوي 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 وتحقق اللي هي عايزاه مهما كانت الصعوبات ومهما كانت التحديات. لكن المعنى الاهم اللي لازم يوصل للناس في الوقت الحالي بالتاكيد، احنا صعدنا على حساب فرقه قويه جدا جدا لكن ما خدناش البطوله. البطوله لسه مشوار بعيد ولسه مشوار تقيل ولسه مشوار صعب، لازم الشغل يبقى من نار، لازم الشغل يبقى في تركيز اعلى، في احترام للمنافس اكبر، في تقدير بشكل كويس قوي. المعنى لازم يوصل اللعيبه النهارده ان شاء الرحمن بعد العشاء مباشره، طبعا هيصه وفرحه وسعاده ده حلو وجميل، لكن ان شاء الرحمن من بكره هنبدا استعداداتنا للي جاي، لان انت كسبت مباراه مع فرقه قويه لكن ما خدتش البطوله. انا بحب الفرحه دي، فرحه اللعيبه بعد الفوز وبمباراه مهمه زي كده. يمكن كابتن سعد حفيظ كان هو في الاول كده عشان الفرحة دي بتتكرر معاه مع الترجي قبل كده لو احنا نتذكر 2001. فأنا سعيد جدا بفرحة كابتن صالح حفيظ واللاعبين بهذه النتيجة والفرحة الكبيرة لجمهور النادي. اللي عايز أقول لكم مرة تانية النجم الساحلي بيحرز هدف لعمرو مرعي، هدف التقدم ليه بعد مرور 25 دقيقة برأسية في الدقيقة 14. يعني ده خلى بيقترب بشكل ما طبعا النجم الساحلي من مواجهة النادي الاهلي بهذه النتيجة. انا افتكرت هدف ثاني. ايه؟ انت ما قلت كده فقلت افتكرت هدف ثاني. لا 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 انا بس بنوه مرة ثانية، احنا قبل ما نروح للقاء كابتن سعد حفيظ وكابتن حسام كنا قلنا ان تقدم النجم الساحلي بهدف، ولكن طبعا بنوه مرة أخرى كل شوية هننوه يعني عشان طبعا دي مباراة مهمة بالنسبة لكل الاهلي. بس عمرو مرعي محتاج يكون موجود في المنتخب. ايه؟ عمرو مرعي محتاج ياخد فرصة في المنتخب. عمرو مرعي مين؟ سوري اللعيب ده النجم الساحلي. بتاعنا ما هو مصري. النجم الساحلي ما هو انت قصدك محتاج يبقى ياخد فرصه في المنتخب. ده لعيب مميز جدا طبعا. ما باخدش فرصه انا ما عندنا كمان في الدوري التونسي وجود وبيحرز هدف بالشكل ده. لا ما عندناش احنا مهاجمين كمان في المنتخب فلازم نديله فرصه. طبعا فربنا يكرمك. النهارده انت النهارده انت يومك مهاجمين. خلي بالك يومك مهاجمين النهارده. يعني قليل جدا لما تلاقي لعيب مصري يروح تونس وينجح بالشكل ده. فهو بالتالي يعني اعتقد ان عمرو لا ما انا بقول لك هو محتاج ياخد فرصه. خلاص نظره بقى وانت بتتكلم كده. ما انا قلت اهو وليد يكمل بقى. خليني اكلمك وليد، يمكن نهايه المباراه دي هي دي تبقى اصعب مرحله وانت فايز وانت طبعا بتكسب فريق كبير في عقر داره. ازاي كابتن حسام البدري بقى اتعامل مع ربع ساعه الاخير؟ انا مش يعني انت اتكلمت الى حد ما على التغييرات ونجاح اجاي لكن احنا اتكلمنا على اجاي بس، لكن عايز اكلمك على التغييرين التانيين كابتن حسام البدري فكر فيه، خصوصا ان هم يعني خلاص في الثلث ساعه الاخير كابتن حسام البدري اتعامل مع المباراه من خلال تغييرين اخرين. يعني انا حابب اتكلم في حاجه هي مش بعيده عن كلامنا ومرتبطه بيها. يعني الناس بتتكلم من زمان جدا عن روح الفانيلا الحمراء وشخصيه النادي الاهلي، وبتتكلم عن روح النادي الاهلي او روح الفانيلا الحمراء اللي احنا بنسمعها من زمان كانها حاجه اسطوريه او كانها حاجه مثلا بتطلع بس وقت ما الاهلي يكسب. الحقيقه هي انا عن نفسي بقيت بحس ان هي حاجه ملموسه في الملعب. يعني فكره روح لعيب النادي الاهلي دي انا بحس ان انا بشوفها كلاعب بيلعب مع الفريق مع ال11 لاعب. فكره ان انت يكون عندك الايمان ده ان انت تقدر تكسب في اي وقت وتحت اي ظروف، ومنين جت الثقه للمهندس محمود طاهر انه يبقى يرأس بعثه النادي الاهلي والنتيجه تعتبر سلبيه في مباراه الذهاب؟ وايه اصلا اللي بيقوله رؤساء النادي الاهلي المهندس محمود طاهر ومن قبليه كابتن حسن حمدي ومن قبليه الراحل صالح سليم وكل رؤساء النادي بيقولوا ايه للعيبه علشان يبقى عندهم الثقه دي، علشان ينزلوا بالروح دي، يبقى عندهم الايمان ده في المكسب؟ انت لو جيت تشوف لقاءات مع جماهير النادي الاهلي او ردود افعالهم على السوشيال ميديا بعد مثلا مباراه الذهاب تلاقيه بيهاجم شريف اكرامي، بينتقد حسام البدري، بينتقد سين، بينتقد صاد، وبينتقد كل اللعيبه. تيجي تقول له طب ما هتعملوا ايه؟ يقول لك هنكسب.
منين بيجيب الروح دي؟ يعني منين بيجيب الثقه دي؟ اذا كنت انت بتنتقد كل الفريق في مباراه ما وقدام الترجي ومتعادل على ارضك 2-2 ويبقى عندك الثقه دي ان انت رغم كل ده ورغم كل السلبيات اللي انت شايفها دي هتروح وتكسب في رادس وهتتاهل من رادس. يا جماعه الموضوع ده هو انا بس حابب اتكلم حتى عن منافسين النادي الاهلي سواء في مصر او في افريقيا او الانديه العربيه، الموضوع بقى خارج اطار المنافسه، يعني انا شايف ان احنا ما ينفعش نبص للنادي الاهلي كنادي كروي. يعني النادي الاهلي عدى المرحله دي، يعني ده تجربه نجاح. اذا كان في منافسين، يعني من حقك ان انت كمنافس مثلا تقلل من انجاز للنادي الاهلي او تقلل بطوله، بس اذا انت كنت عايز تنجح فعلا لازم تدرس ده، يعني لازم تعرف النادي الاهلي بيعمل ايه، ايه اللي جوه صور النادي ده. يعني امبارح مثلا كابتن حسام بدري اللحظات الاخيره يعني. وهم خسرانين 1-0 ومتعادل في الذهاب 2-2 ولسه 45 دقيقه وبتلعب مع الترجي قدام كام الف في ملعب رادس وكل الطرق تؤدي الى الخروج، اتقال لهم ايه اللعيبه عشان ينزلوا يجيبوا هدفين ومش مره. الموضوع ده لو حصل مره نقول صدفه، لو حصل مرتين نقول جيل كتير، لكن ده بيحصل. انت متاكد؟ لا بيحصل في كل مره في رادس ومع اي جيل ومع اي اسماء، يعني بيعملها بوتريكا وبيعملها اجايي وبيعملها حسام البدري وبيعملها مانويل جوزيه وبيعملها محمد يوسف. عايز اقول لك انا شفت تصريح لكابتن محمد بوتريكا اثناء المذيع بيقوله على نتيجه المباراه نكسب 2-1، دي ثقه موجوده مش عند بوتريكا بس، عندنا وعند عندكم وعند جماهير النادي الاهلي، حتى جماهير الخصم اللي موجود نفسك هنا في مصر عارفه ان النادي الاهلي. الموضوع مش خيالي، يعني انا اقصد ده شيء يدرس. الجماهير نفسها كان عندها ثقه ان الاهلي هيكسب، رغم ان انت بتتكلم 2-2. هي نتيجه رايحه للاثنين، يعني مش نتيجه لواحد، هي سلبيه للاهلي 2-2، لكن هي كمان مزعجه للترجي. الترجي 2-2 مش مرتاح انه رايح على النتيجتين، انت بتلعب واحده بس عايز تكسب. هو عايز يا يتعادل يا يكسب. فعلا هو ده اللي انا بقوله، يعني ده نتاج تاريخ او نتاج سلوك او نتاج شيء بيحصل، طوبه بتتبني على طوبه من سنين، هو تراكم احداث بالظبط. ده بيعمل كيان في الاخر او بيعمل حاجه انا بتكلم عليها، ان الروح دي بقت حاجه ملموس، يعني حاجه لازم تدرس وحاجه لازم تطلع منها بنتائج علشان اللي في مصنع يبقى عنده نفس الروح دي علشان ينجح المصنع، واللي بيعمل مشروع واللي في اي مجال فكره الروح او فكره الايمان يا استاذ احمد بالمكسب او بالانتصار ده لازم تكون موجوده ولازم تنمى، لان فكره حتى انا بس وانت بتتكلم اهم بس ده تدريب النهارده اللاعبين اللي ما لعبوش المباراه كامله وفي نفس الوقت اللي ما لعبوش خالص، فده تدريبه مع كابتن انيس الشعلاوي. شفت امبارح صالح جمعه اسعد لاعب صالح جمعه، كلنا كنا بنقول يبدا ويلعب ولازم، وصالح جمعه متالق والناس بتنتقد وبتقول عليه مش عارف بره الكوره ايه ومش عارف ومش مركز. شوف فرحة فرحته معلوم. عامله ازاي بعد المباراه. علي معلول في تونس، شوف يعني فرحته في تونس ازاي. عماد متعب مبسوط بيه، لا في تونس فرحته في تونس، خد بالك انت بتتكلم في واحد تونسي، هو لاعب محترف، انا مش مختلف معاه. لا بس عايز اقول لك حاجه، بس انت في الاخر بالظبط في الاخر بتتكلم في بلدك، يعني خلينا نكون متفقين كده ان انت بتتكلم في بلدك بتقول ان انت جايب، يعني انت جايب جون وعمل اسيست فانت السبب، فبقت المشكله في كده. الاستكمال اللي كلامك زوليد في الجماهير بنفسها بقى عندها دايما قناعه ان الاهلي يكسب في اي لحظه. بس انا عايز اقول لك حاجه، يعني القصه دي اتحكت لي ان علي معلول حاسس ان هو السبب بالهدف، بيقول لك ما بين المباراه ما بين الشوطين المباراه قعد ما اتكلمش مع حد خالص وركز بشكل كبير. انا بحترم بقى اللعيبه دي اللي هي يعني بص بتخش عارفه قدر المسؤوليه اللي عليها. بعد الماتش قال لك عشان ما يقولوش علي معلول ما لعبش في تونس. شفت؟ انا فعلا انا ازاي ممكن الناس ممكن تفكر في جزئيه ان ده لعيب مش محترف، ده كده ما فيش احتراف، هو بالنسبه له يهمه طبعا شكله ومنظره حتى في وسط بلده. يعني انت بتتكلم معلول في بلده. شخصيه يا كابتن فاروق، يعني معلول عندك لاعب في الفريق لكن هو كمان شخصيه، ده جزء من قيمه اللاعب، شخصيه اللاعب ده جزء. انت لما بتدفع فلوس ما بتدفعش فلوس في لاعب، انت بتدفع فلوس في حاله هتيجي تلعب معاك. معلول قائد من احد قواد المنتخب التونسي، احد اهم لاعبي منتخب تونس واحد اهم محاور اداء منتخب تونس، ومع النادي الاهلي لسه قدامه كتير. علي معلول لسه هيقدم كتير للنادي الاهلي لو استمر ان شاء الله مع النادي الاهلي، وده اضافه للدوري المصري. يعني علي معلول من المحترفين، لو قعدنا نعد من 5-6-7 أو 10 محترفين لازم يبقى من ضمنهم علي معلول. جرب تدي فرصه لعلي معلول في نص الملعب،
ولا لسه اكلمك عندك القدره انك تعملوا حاجه زي كده. عايز بس قبل ما نقول نجرب علي معلول، ما زال طبعا مباراه النجم الساحلي واهلي طرابلس، متقدم طبعا النجم الساحلي عن طريق عمرو مرعي في دقيقه 14 30 دقيقه حتى الان، ومتقدم النجم الساحلي عن طريق عمرو مرعي اللاعب المصري. ان شاء الله طبعا نتمنى له طبعا هو التوفيق، ونشوف بقى المرحله الجايه بقى لو لاعب النادي الاهلي هيكون عامل ازاي. لكن هو غالبا في الاخر تقدم النجم الساحلي حتى الان مرور 30 دقيقه. اتفضل يا احمد، لو انت كنت بتتكلم على علي معلول تدي له فرصه في نص ملعب وقت من الاوقات. اتحرك لما اتحرك علي معلول من الشمال لليمين، عمل فرق للاهلي في الجولين. يعني انت ما تبص على الكورتين، هو اللي عاملهم سواء في الاوفر او في الباص نفسه، ان هو الاولى. علي معلول محتاج ياخد حركه اكبر، محتاج يبقى حد وراه كده، في واحد كمان وراه يشيله علشان تقدر تستفيد منه في التلت الهجومي، خاصة ان هو مميز في التسديدات، خاصة ان هو عنده الباص كويس جدا، متقن، عنده الاوفرات كمان او العرضيات متقنة، يعني هو لعيب تقدر تستفيد منه بشكل اكبر في نص الملعب، خاصة ان انت عامل تقلي شويه في نص الملعب بحسام عاشور السوليه. بس انت بتتكلم صح، بس خلي بالك برضه هو بيلعب في نفس المكان في منتخب تونس، ولكن بوجبات مختلفه. هو يعني توظيف. هم بيدوا له بقى الحريه، هو ده انت محتاج كده. هو ما خد حريه فرق معاك، مش هثبته من بدايه المباراه في حته نص الملعب الامامي او الجناح زي مثلا اجاييه مثلا، لكن هو بيلعب في الحته دي. بس ادي له مهام وهيئ له من حوالين اللاعب، من حواليه من خلال اللاعبين وتحركاته ان هو يشتغل الجزئيه دي. عايز اقول لكم ودي تجربه بقى، يمكن دائما اللاعبين بعد مباراه ومكسب اللعيبه اللي ما بيلعبوش يقعدوا يقولوا ياه لو انا كنت موجود امبارح كان نفسي ابقى موجود ان شاء الله الماتش الجاي. التدريب بقى بيبقى بص مش عايز اقول لك متعه بقى بعد المباراه كده للعيبه بعد الفوز. انا مبسوط جدا بص حاجه بتبقى جميله. انا مبسوط جدا ان شفت كلامي كمان، والثقه بقى والهدوء في تمرينة اللاعبين، وبيستمتعوا طبعا بكرة القدم. كرة القدم يا احمد لا بس جداً. انا سعيد جدا والله كابتن فاروق بشريف اكرامي. شريف اكرامي رجع بقى شريف اكرامي، كان عنده ثقه في نفسه امبارح، قدر ان هو يحافظ، قدر كمان استاذ وليد ان هو ما يهتزش بعد ضربه الجزاء. هو ممكن يكون سبب بس هي اعاقه عاديه، يعني اعاقه مش مقصوده، هو الراجل لمس الكوره والراجل خارج فخبط فيه، هي اتحسبت ضربه جزاء. شريف اكرامي لو بصيت بعدها في ثلاث اربع كور هو خرجهم، يعني اللي اتمسكت واللي طلعت واللي كمان حافظ عليها، هو بقى عنده ثقه. يعني انا سمعت ما بس ما اعرفش هو بكى بعد المباراه. طبعا الضغوط كانت عليه كبيره قوي يا احمد، من هو ده انت بتتكلم في لاعب، في بعض الناس هجموه ان هو سبب من اسباب ممكن يبقى الخروج النادي الاهلي. الجول اللي جه هنا في مصر فيها كابتن فاروق هو فكر فيه بس تفكيرين، هو هيطلعها ولا هياخدها ويلعبها على طول، فهو ده السبب اللي دخل فيه الجول. لكن لازم يبقى فيه ثقه، وكمان مجلس اداره لما فتح التتش للجماهير قبل ما الاهلي يسافر تونس دي كانت خطوه راقيه جدا، وخطوه بتقول للعيبه ان الجماهير وراكم، وكمان كان موجود جماهير في تونس. بص الاهلي بصراحه مجلس ادارته كان عامل تهيئه كامله للعيبه ان هي تكسب فرص. هو ده صحيح. هو ده بداتها بالجماهير ثم الاجواء المحترمه والتصريحات الراقيه جدا. الجمهور كمان كان جميل قوي، يعني كان بص مفيش في كل حاجه، مفيش مشاكل، في تحيه للعيبه، في تحفيز كمان، مسؤوليه كمان. ما هو ده. والنهارده كان عندك تصريحات مهمه جدا للمهندس محمود طاهر بيتكلم عن علاقه الاهلي والترجي، بيتكلم عن علاقه الكره المصريه والكره التونسيه، بيتكلم على الدور اللي الاهلي بيقوم بيه في المباريات، ان الاهلي سفير. كل الامور دي بدات تدي اللعيبه حوافز ودوافع الفوز. النهارده انت الفوز بيجي من الدفع المعنوي، هو ده. كابتن المهندس محمود طاهر عمل جزء، كابتن حسام البدري بجهازه وجهاز الفني عمل جزء، هو ده في النهايه اللي عمل الاطار ده، اطار الاهلي يخرج كسبان في رادس. نتمنى ان تكون يعني خلاص، اعتقد ان المواجهه بقت بشكل اكبر مع النجم الساحلي، نتمنى ان يبقى في صبر على الاهلي في تونس. يعني الاهلي لا قدر الله اي نتيجه، احنا نتمنى طبعا الاهلي ما يخسرش، بس لازم يكون في ثقه ان الاهلي راجع برج العرب. صحيح، هو ده مهم، ان انت تثق في اللعيبه وتثق في الجهاز الفني ان هو قادر يتخطى اي صعاب علشان نوصل النهائي ان شاء الله. انا باكد طبعا على كلامك على المهندس محمود طاهر وقد ايه كان دوره مهم جدا، وتصريحاته كمان كانت بشكل كبير مهمه في تحفيز اللاعبين. وريد خلينا يعني انا ارجع لك لجزئيه التلت ساعه الاخيره، لان ما كملناهاش جزئيه تغييرات كابتن حسام البدري في التلت ساعه الاخيره كمان. الشوط الثاني للنادي الاهلي امبارح من احسن الاشواط التكتيكيه اللي عملها كابتن حسام البدري مع النادي الاهلي. حقيقه يعني طلع فيه كل خبرات السنين، وانا متاكد انه طلع فيه كل اللي اتعلمه في التدريب من ساعه ما بدا التدريب، لانه كان قاعد
فايق ومركز وشايف الماتش كويس جدا، يعني احداث المباراه ما خدتوش، ما 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 السيناريو ده كان محطوط، ما فقدش، هو واضح انه كان محطوط، يعني واضح انه هو بس انا متاكد ان كابتن حسام البدري كان عايز يخطف جون في اول المباراه، كانت فرق كتير جدا، كان ممكن تطلع بنتيجه كبيره، لكن كون انه يرجع تاني بعد بعد التاخر بهدف ويبقى عنده التركيز ده وفكره ان هو يلعب باوراقه في الشوط الثاني بشكل رائع جدا دي تحسب له. طبعا اول تبديل اللي هو غير خطه اللعب وغير التكتيك والكابتن حسام بدري بيستفيد من الاسماء اللي عنده اللي تقدر يغير بيها شكل التكتيك بتاعه بسهوله، لان هو عنده اوريدي في كل مركز اكتر من لاعب مميز. نزول اجاييه طبعا في بدايه الشوط الثاني وخروج مؤمن زكريا زي ما قلنا ده ادى راحه لعبد الله السعيد، فظهر عبد الله السعيد بشكل افضل لانه اتحرر من فكره انه يبقى عنده مهام هجوميه كتير ومهام في نص الملعب كتير، فشفناه صنع الهدف الاول لعلي معلول. التغيير الثاني بعد ما خلاص كان الاهلي متقدم وبدا تقريبا في الدقيقه 80 او 81 النادي الاهلي كسبان 2-1، البنزرتي بيعمل تبديلات هجوميه بيجازف بيبقى فيه كثافه في منطقه وسط الملعب ومنطقه الهجوم، بدا الترجي يلم نفسه راح بكام كوره، طبعا مفيش كور خطيره للترجي امبارح لكن هو كان ماسك كوره وكان بيحاول يعمل هجمات على النادي الاهلي، فقرر انه ينزل هشام محمد لاول مره بيلعب مع النادي الاهلي في مباراه كبيره بعد التعاقد معاه، وخرج وليد سليمان. هشام محمد يعني اظهر لنا امبارح انه لعيب كوره زي ما كلنا اتكلمنا عنه وكلنا توقعنا وكلنا شفنا اداؤه مع المقصه المواسم اللي فاتت، خلانا نتاكد انه فعلا لعيب كوره، هو لعيب النادي الاهلي. هشام محمد بيقف على الكوره بشكل كويس جدا، اولا بيستلم كويس جدا، شفت الحماس اللي كانت في هشام اول ما نزل، كان عمليه الضغط عنده كانت عامله ازاي؟ فهو ده طبعا هو ما هو ابن النادي الاهلي، هو هي فكره برضه شخصيه النادي الاهلي، هو لاعب النادي الاهلي. الاختيارات كمان اختيارك للصفقات مهمه جدا، مش اي لاعب يتالق يجي نادي كبير، مش اي لاعب يتالق في دوري او بطوله يجي نادي بطولات. انت بتختار، ما احنا زي ما كنا بنتكلم عن معلول، معلول لاعب منتخب، معلول لاعب ذو شخصية، انت كمان لما بتيجي تختار لاعب بتختار لاعب انت ضامن انه ينفع يدخل المنظومة بتاعتك، مش مجرد مستوى مهاري. ما ياما مثلا بعض صفقات كتير النادي الاهلي عملها كانوا مكسرين الدنيا في اندية تانية، لكن لما دخلوا منظومة النادي الاهلي ما تألقوه، لان هم مش شخصية النادي الاهلي، مش شخصية فريق البطولة. هشام محمد امبارح كل الكار اللي جات له مررها بشكل صحيح، يعني انا قريت بعض الاحصائيات ان نسبه تمريراته 100%، ما مررش ولا كره غلط في وقت صعب، بتلعب الترجي على ملعب رادس وانت كسبان والترجي بيضغط عليك والجمهور بيضغط وبيحمس وكل بساطتك صح، دي تحسب له. اول ماتش بيلعب بره ارضه دي تحسب له، نزل وسدد، كمل وسدد مع ان كان فرصه هدف، كان ليه مهام دفاعيه اكبر، ومع ذلك كان عنده الجرأه انه يروح وسدد، كان ممكن يعمل هدف ثالث. عمل فكره انه يملى نص الملعب، ما سمحش للترجي انه يعمل هجمات خطيره، مع ان الطبيعي ان فرقه بقوه الترجي وما نقللش من قوه الترجي، مش علشان امبارح الاهلي كان افضل يا استاذ احمد وكان مسيطر الناس بدات تقول ده الترجي فريق ضعيف، لا الترجي فريق قوي جدا، الترجي هو هيكل منتخب تونس، لكن تفوق النادي الاهلي هو اللي اظهر الترجي بالشكل ده. فتغيير هشام محمد انا طبعا احيي عليها كابتن حسام البدري بشكل كبير، واحيي هشام محمد على انه قدر يظهر بالشكل ده، من 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 الاسباب اللي خلت النادي الاهلي يحتفظ بفوزه. طبعا التبديل الاخير اللي كان في اخر دقائق المباراه اللي هو خروج ازار ونزول محمد هاني، ده كان يعني غرضه اضاعه الوقت، وبرده هاني كان ممكن ياخد كوره ويجري بيها هو سريع فيضيع شويه وقت. فتحيه لكابتن حسام البدري على ادارته للشوط الثاني بشكل رائع جدا، تحيه للاعيبه الاهلي اللي عرفت تفهم ايه المطلوب منها ونزلت نفذته بكامل التركيز. علي معلول لازم نرجع تاني ناكد ان هو اظهر شخصيته امبارح، وكان احد اهم لاعبي النادي الاهلي امبارح فكره ان انت تكون في الباك الشمال فتضغط تقطع الكره من قلب وسط ملعب الترجي ويبقى عندك الجرأه والقرار، ما هو اللعيب قرار برضو انك تاخد قرار ان انت تكمل علشان تكمل هجمه. في لعيب جبان، يعني في لعيب انا باك شمال اخاف افضي مكاني، لكن علي معلول عنده الثقه انه يكمل ويروح اقصى الجناح اليمين عشان يلعب عرضيه لاجاييه. الاجاييه طبعا المتمركز اللي احنا بنقول يا جماعه اجاييه لاعب مهاجم صريح او شادو سترايكر، اجاييه بيفقد كتير جدا من قيمته الفنيه لما بيلعب على الجناح. امبارح لما لعب مهاجم تاني شفنا ازاي ظهر بشكل كويس، فرق بشكل وكل هدف وكمان موجود في ال 18 طبعا كل المباريات اللي عايز اقول لك لازم نشيد بمحمد نجيب. محمد نجيب بعد غياب طويل جدا بقى موجود، بقى بيغطي كمان ورا معلول، عمل شكل كويس قوي للاهلي، حافظ على ان الاهلي ما يبقاش عنده مشكله في الدفاع. يعني اصابه سعد سمير او السنوار اصابته ده عمل ارتباك للاهلي برضو. خلينا نكون يعني انت محمد نجيب ما بيلعبش بقاله فتره، لما يكون موجود وبيشارك بيلعب بنفس المستوى اللي هو الاهلي فيه. يعني النهارده ما بتفرج على نجيب مش بعيد رغم ان هو مش ركش بقاله فتره. استكمالا لهشام محمد، هشام محمد الاهلي محتاجه لان هو عنده ميزه
عنده ميزه التسديد ده بيفتقدها الاهلي في نص الملعب. لما يعني تبص على الاهلي، الاهلي بيستنى عبد الله السعيد عشان يسدد. في ظل التكتل اللي عبد الله السعيد في الدفاع او المهام اللي بيكون موجود فيها على الجنبين او 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 بيرجع شويه في نص الملعب، كل الحاجات دي بتدي بتضعف فرص عبد الله السعيد انه يسدد. هشام محمد بقى عنده ميزه في الحته دي، يعني النهارده الكابتن حسام بدري لو قدر يستفيد من هشام محمد في مباراه يعني غالبا هتبقى النجم الساحلي، هيبقى عنده فرصه ان اللعيب يحرز اهداف من التسديد المسافات البعيده. هو انت محتاج كده، محتاج صالح جمعه، محتاج هشام محمد، محتاج الناس اللي بتسدد من مسافات بعيده علشان تقدر تكسر التكتل الدفاعي اللي هيلعب بيه النجم الساحلي. يعني لما كنا بنتكلم انا وانت قبل الهوا، النجم الساحلي دفاع بحت قوي جدا في دفاعه على عكس الترجي. يعني الترجي عنده مشكله في خط الدفاع وحراس المرمى، اتنين ضعاف ان شاء الله احنا ما بيهمناش حاجه. عايز اقول لك لا، هشام محمد لعيب الاهلي محتاجه طبعا. محتاج الاهلي كمان، محتاج كل لعيبته في مباراه النجم الساحلي، لكن فرص ان الاهلي يحرز اهداف في النجم الساحلي هي دي اللي هتبقى تغير شكل النتيجه قبل ما ترجع ان شاء الله القاهره. نتمنى ان الاهلي يحقق طيب. التاهل من سوسه. خليني اقول لك، يمكن امبارح حتى يعني مجمل المباراتين ست انذارات او ست بطاقات صفراء للاعبين، شريف اكرامي وجايه وليد سليمان، كل يعني عشان حسام عاشور وكل اللاعبين يا يعني فتحي واحمد فتحي ومؤمن زكريا، شريف اكرامي وليد سليمان، دول ست لاعبين اخذوا انذارات. ولكن طبعا الحمد لله ان لائحه الاتحاد الافريقي بتقول انها بتصعد للدور، انك لو لازم ثلاث انذارات عشان اللعيب يتوقف مباراه واحده. فالحمد لله سواء بقى وليد سليمان او اجايا او شريف اكرامي، كل واحد منهم واخد انذارين فقط، فبالتالي يقدروا يلعبوا المباراه القادمه. بس الحكم جه على الاهلي في الشوط الاول. بص، هو في بعض الاوقات جه على الاهلي، وعايز اقول لك لا الكابتن ربنا يستر، بس الكابتن شطه النهارده الصبح في تصريحاته انا كنت سامعه، قال حاجه خطيره جدا، لكن الاهلي كسب. خد بالك تصريح لما يطلع من المسؤول في الاتحاد الافريقي ده تاكيد ان كان في تربص. هم لازم ياخدوا بالهم بقى، خصوصا خلاص الادوار القادمه ما ينفعش ابدا. لا ده كان في تربص للحكم، انا عايز اقول لك لا كان في تربص للاهلي ان الاهلي يخرج من راس النهارده لما يطلع. ما ده تصريح مسؤول. ما هم برضو النجمه التاسعه بالنسبه لهم وبعيد قوي عن اقرب المنافسين بخمسه. انا عندي راي في بس ده تصريح مسؤول من الكابتن شطه، طلع قال لك الاهلي صعد الى نصف النهائي رغم انف الحكم. صحيح. ما قالش اي حاجه ثانيه، يعني هو قال لك الحكم كان سبب ان الاهلي عايز يخرج. صحيح. فده تاكيد ان كان في تربص، وده اللي الاهلي اشتكى منه قبل المباراه. صحيح. يعني اذا كان في المباراه الاولى اشتكى، ففي المباراه الثانيه اشتكى. رساله تحب تقولها لجمهور الاهلي والجهاز الفني واللاعبين بالنسبه للمباراه الامس وللمباراه القادمه؟ يعني هو البطوله زي ما كابتن سيد عبد الحفيظ قال بالظبط، البطوله لسه ما خلصتش. صحيح. النادي الاهلي عمل فوز كبير، عمل فوز تاريخي، فكره انه بيكرر الفوز على استاد رادس او بيكرر التاهل او حصول بطولات بره ارضه في تونس تحديدا، ده لانه شيء بقى معتاد، فالناس يعني متخيله انه بقى هو بقى شيء عادي. لا شيء مش عادي، ملعب الاهلي التاني. الموضوع مش عادي، الموضوع فعلا ده فوز تاريخي، يعني ده بعد سنين كده الاهلي هيفضل يفتكر 2012 وهيفتكر 2006 وهيفتكر 2017. فالفوز طبعا الفوز امبارح يستحق ان الجماهير تحتفل بيه، يستحق ان الفريق يحتفل بيه، يستحق ان الجهاز الفني يحتفلوا بيه. لكن النادي الاهلي لسه علشان يكسب البطوله لسه عنده اربع مباريات لازم يركز فيه بنسبة 100%. الرباعي اللي هيبقى موجود، ومش عايزين نقع في الموقف بتاع 2-2 ده تاني بأمر الله. ده اللي احنا عشان طبعا المباراة صعبة، ولكن الأمور تبقى أسهل من كده بالنسبة لنا. طبعا هو يعني أكيد 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 كان في أخطاء، وإحنا اتكلمنا في قناة النادي الأهلي، اتكلمنا عن أخطاء وقع فيها الفريق في مباراة الذهاب، وإمبارح حتى كان في البداية كان في بعض، لكن فكرة إن أنت تقدر تتعلم من أخطائك. يعني الشوط الثاني كان واضح إن كابتن حسام البدري عرف فين النقاط الضعف اللي عنده اللي قدر يسدها ويلعب على نقاط ضعف الفريق المنافس فيكسب المباراة. ده اعتقد هيكون الاهلي بشكله افضل في مباراة السيمي فاينل. كمان طبعا مع دخول لاعب زي هشام محمد زي ما الاستاذ احمد بيتكلم ممكن يكون ليه دور كبير جدا. فالسيمي فاينل صعب جدا، لازم الاهلي يدخل مركز سواء اهلي طرابلس او النجم الساحلي، مباراه صعبه. النادي الاهلي قادر انه يعدي السيمي فاينل، قادر انه يفوز بالبطوله بشويه تركيز بشويه ايمان بالمكسب، وطبعا التوفيق قبل كل شيء ان شاء الله. ده التوفيق هو برده اهم بشكل كبير. خلينا بقى يعني رساله بالنسبه للاعبين والمجلس الاداره والجمهور طبعا، وسؤالي كان المفروض اساله لك يعني حتى الان سالت وزير الشباب والرياضه ده في الاخر خالد عبد العزيز، هو بيتكلم
او بيهني دايما. البروتوكول بيقول بتهني جمهور وفريق النادي الاهلي ومجلس ادارته، لكن ما هناش هو مجلس الاداره. بس خليني اقدم تهنئه الاول او ابعت ارسل رساله للجماهير الاهلي والاعضاء، وبعد كده اتكلم في قصه الوزير. لا بس انا ما عنديش وقت، ما انا اديتهم. بص الجماهير لازم تبقى ثقه، عندها ثقه في اللعيبه وفي الجهاز الفني وفي مجلس اداره. انا عايز اقول لك ان المكسب عمل هدوء في النادي الاهلي، عمل يعني راحه نفسيه ان الاهلي فعلا قادر ان هو يعود باي انتصار في اي ظروف. كان مهم جدا المكسب، يعني خلى حاجات كتيره تختفي في النادي الاهلي، خلى الموضوع حتى الانتخابات يتاجل شويه عشان احنا دلوقتي في السيمي فاينال. في السيمي فاينال عايز اقول لك ان رساله الى مجلس اداره النادي الاهلي، اتمنى ان يحالفهم التوفيق في ان الاهلي يفوز ببطوله افريقيا. فرغم البطولات الكتيره اللي حققها الاهلي في سنوات مجلس الاداره، لكن بطوله افريقيا هي الاهم. بطوله افريقيا هي هتكون الشغل الشاغل للجماهير، هي البطوله دايما اللي الناس بتتكلم عنها. يعني الاهلي عمل انجازات في النشاط الرياضي غير مسبوقه، عمل بطولات لم يشهدها في تاريخه، لكن بطوله افريقيا لكره القدم هي المصدر الرئيسي لاسعاد الجماهير والاعضاء وكل المحبين النادي الاهلي. تعقيبي بقى على رساله المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، اعتقد ان بقت كانت رساله غير موفقه، لانه لما النهارده بعمل تهنئه، بعمل تهنئه للجهاز الفني واللعيبه والجماهير والاعضاء، بالطبيعي كل هذه المنظومه وراها مجلس اداره. حتى لو بروتوكوليا لو انا بينه وبينك خلاف، بس كان بشياكه النهارده تقول لي ومجلس اداره النادي الاهلي، هما كلمتين ثلاث بالظبط ثلاث كلمات ما كانتش هتعمل مشكله. في نوع من انواع تربص، اتمنى ان المهندس خالد عبد العزيز يخرج من هذه الدائره، ان هو في الاخر مسؤول، ما ينفعش يكون عنده يعني شكل حديه او غضاضه او منافسه مع الاهلي. النهارده الاهلي لما يكسب افريقيا فهو اسعاد للجماهير. صحيح. وانجاز للرياضه. صحيح. يعني خلينا اكون معاك، كنت بتكلم مع مسؤول في اللجنه الاولمبيه النهارده، لو الاهلي وصل النهائي ان شاء الله الوزير هيحضر ولا مش هيحضر؟ ده لازم. صحيح. اللجنه الاولمبيه هتحضر ولا مش هتحضر؟ ما هو ده اللي بيتكلم فيه. صحيح. النهارده ما هيبقى عندك مندوب من رئاسه الجمهوريه، النهارده هيكون عندك رئاسه الوزراء، هتحضر ولا مش هتحضر؟ النهارده النهارده لما ما بتهنينيش ان انا كسبت نص النهائي، يبقى هتحضر لي ازاي؟ ان شاء الله هنوصل، بس بامر هنوصل النهائي ان شاء الله بامر الله ثم النادي الاهلي. بص عايز اقول لك بروتوكوليا الاهلي هيرسل رساله لرئيس الوزراء عشان يحضر، بس ان شاء الله خير بامر الله. كله بقى يحضر محب النادي الاهلي، كل يعني انت تجبر كل حد على احترامك. انت لازم تعمل استوديو من برج العرب ان شاء الله. ان شاء الله اشكرك يا احمد وجودك معانا احمد باستمرار. حبيبي انا سعيد، وانا كنت مبسوط النهارده مع وليد، اول مره نتقابل في قناه الاهلي، وان شاء الله مرات ثانيه ان شاء الله. وليد بشكرك. وليد شكرا كابتن فاروق، سعيد بالتواجد معاك، ربنا يخليك، وسعيد بالتواجد مع الاستاذ احمد، وخالص التهنئه مره ثانيه لجماهير النادي الاهلي وجماهير الكره المصريه طبعا. حبيبي. طيب خليني اقول لكم ان حتى الان الشوط الاول ما بين النجم الساحلي والاهلي طرابلس بفوز او تقدم للنجم الساحلي 1-0 بهدف لاعبنا المصري عمرو مرعي. عايز اقول لكم طبعا بجدد التعازي الكابتن مصطفى عبده في وفاه زوجته، وان شاء الله اللي هيكون العزاء يوم الثلاث بمسجد الرحمن الرحيم. فاصل وهرجع استقبل نجم من نجوم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر طبعا كابتن عمرو انور. طبعا كلام كتير، بنحتفل ما زلنا بنحتفل بفوز النادي الاهلي وتاهله لدور السيمي فاينال في دوري ابطال افريقيا، ومعاكم يعني هيكون بعد الفاصل ايضا تصريحات لكابتن طاهر ابو زيد عن المباراه، واكيد كان ثقته كبيره. كابتن طاهر ابو زيد نجم كبير وعارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي لما بيواجه صعوبات.